حول هذه موضوع الأهرام، يستر جريدة الأخبار. الأهرام إيه؟ حاطة الخبر. احنا دائما نحط الخبر وننشره يعني من مصدره. وكيل عماد متعب، هذه جريدة الأهرام والحساب الرسمي لجريدة الأهرام، وكيل عماد متعب يكشف عن قرب انتقاله للدوري الكويتي. لا أنا أقول عماد متعب يعطيه العافية. لا تبارك الله عماد متعب، والله يوفقك إن شاء الله في الدوري المصري. عماد متعب راح أعتقد وين التعاون في انتقالات الشتوية. عماد متعب خلاص وصل عمر يعني معين، الله يوفقه إن شاء الله. لكن وين عاد بيروح عند الكويت؟ احنا نتمنى له التوفيق. ما هو والله شوف يعني هو بس راي يعني عماد متعب يعني ما هو عماد متعب في 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 ظل التاريخ، ولا لاعب مصري نجح بالكويت صراحة يعني. اللهم عمرو سماكة، اتكلم عن الفترة الأخيرة ابو محمد، احمد فتحي ودك اظل عمرو سماكة واحمد فتحي فقط بس يعني. اتكلم يا عماد متعب وطلع ما نجح، ما توفق مع السالمية. مو عماد متعب، عمرو زكي. عمرو زكي عفوا. لا هم تجربة اللاعبين المصريين صح، يعني مو موافقة يعني بالكويت بالذات. عدد الأسماء اللي جات مقارنة بالنجاح لا عدد كبير. لا هذا ترى هو اللي نجح يعني بشكل باهر ما شاء الله على أحمد فتحي. أيوة بس أحمد فتحي يعني برز بشكل صحيح كبير يعني. أنا بروز نفس أحمد فتحي، ولا لاعب مصري إذا ما خانتني الذاكرة، ولا لاعب مصري. ولا لاعب مصري يعني إذا ممكن لاعبين مصريين مولودين بالكويت، ممكن في ظل الأجواء اللي عايشها وعايش في الكويت وعارف جو الكويت وعارف طبيعة الكرة في الكويت ممكن، لكن نتيب لاعب مصري أعتقد اختيار بعدين غير موفق. متعب أنا أشوفه هنا، أعتقد عماد متعب مواليد 83 يعني 34 فبراير 35 سنة. 35 كبير صراحة.